انا اعرف الست لما تكون عايزه حاجه من جوزها تساله، مش تفتش في اوضته وتسرق مفاتيح اوضته من تحت المخده وتمشي في الضلمه وتعملي ده كله ليه؟ ليه ده كله يا عايزه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه بالظبط؟ ايه؟ ما تقولي. لما حكايه الشراع ما نفعتش تقوم تسرقي المفاتيح من تحت المخده. اديني المفاتيح لو سمحت. اتفضلي على الأوضة. وانا الصبح ليا كلام معاكي. عايدة، عايدة افتحي يا عايدة. اوه مش طبيعي دي. اقدر افهم ايه معناها دي؟ ملهاش معنى. ولما انام على الكنبه في الصاله طول الليل وظهري يتقطر، دي ليها معنى؟ ما بترديش ليه؟ عايزني ارد اقول لك ايه؟ كنت عايز ايه من اوضه المكتب بالظبط؟ ولا حاجه. كل اللي حصل ده كان عشان ولا حاجه؟ لما تقول لي انت طول عمرك مش عايزني اخش الاوضه دي ليه؟ هقول لك انا دخلتها ليه؟ انت عارفه السبب. وقلنا 100 مره. وانا مش مقتنع بحكايه ان اختي ماتت فيها دي وانك خايف عليا. اوضتي وانا حر فيها. اقفلي اي اوضه ثانيه في البيت ونبهي عليها ما ادخلهاش. هنفذ اللي تقوليه. مبسوطه؟ شفتي سخافه الراجل المدير بتاعنا؟ اتخانق وياك؟ يا ريت. حضرته بعتني بكره اسكندريه عشان استلم بضاعه من المينا. بكره؟ وما لقاش الا بكره؟ قلت له بكره عيد ميلاد مراتي ولازم اكون موجود. مفيش فايده، صمم. طب وبعدين؟ ولا قبلين، بس طبعا قلت له في الاخر اني لازم ارجع في نفس اليوم، ولو اجراءات الجمرك ما خلصتش قبل الظهر ماليش دعوه. يعني هترجع امتى؟ باذن الله لازم ارجع في ديزل 3:30 اللي بيوصل 6 ل 10. حجزت؟ للقطر؟ لا للسهره زي ما اتفقنا. ترابيزه 7 انفار. على وشك. بتحبيني؟ بقولك على وشك اني انام تقوم تسألني سؤال صعب كده؟ هو ده سؤال صعب جدا؟ السؤال اللي صعب ولا الاجابة عليها اللي اصعب؟ احمد جرالك ايه؟ انت عاوز تتخانق ولا ايه؟ انا برضو اللي عايز اتخانق، يعني لو جاوبت في ساعتها مش كان الموضوع انتهى؟ هجاوبك عليه بكرة. امتى؟
أول ما ترجع من اسكندرية بالسلامة بمجرد ما تدخل من الباب اسألني وأجاوبك. مش كنت في سريرك من اول الليل؟ قلقت الصبح، جيت قعدت هنا راحت عليا نوم. والله ما انا فاهم حاجه من تصرفاتك دي. لو بوستك 100 بوسه برضه مش هتصحي. يا اتقل نوم في العالم. هنزل اشتري هديه لهدى. هروح لهم الساعه كام؟ معرفش. يعني هتكوني جاهزه امتى؟ وقت ما اجهز. انت ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ما انا عايزني اكلمك ازاي؟ زي ما طول عمرك بتكلميني. انت مش طبيعيه ابدا. في ايه عاوز اعرف؟ سلام، ايه الحنان ده كله؟ لا دي بقت عيشه متعبه. مش عاجبك اخلص منها. انت بتهدديني؟ ما هو انا لما اسهل ضروري اخلص منها. تخلص منها زي ما. زي ما ايه؟ معرفش. اكيد في حاجه. التحول الغريب ده سببه ايه؟ اسال نفسك. ما انا بسالها كتير وعجزت عن الاجابه. لا، الاجابه صعبه عويصه والهروب منها احسن. لا، الظاهر انا عايش في لغز ومش عارف اصله. انت اللي معيشني في الغاز مش لغز واحد. تقدر تفهمني ايه الاسرار الخطيره اللي مقفل عليها اوضه مكتبك؟ ازاي نعيش تحت سقف واحد وانت عامل حدود خاصه لنفسك؟ من حقي. لا مش من حقك. مش من حقك انك تعيشني في جو كله غموض وخوف ورعب. انا اللي دست على كل الموانع اللي كانت بيني وبينك واتجوزتك. علشان بتحبيني زي ما فهمت منك. ولما سبتني واتجوزت اختي مش كنت برضو بحبك؟ رغم كل اصابع الاتهام اللي كانت بتشاور عليك وظن الناس انك على الاقل سبب في موتها. قبلت اني اعيش معاك وفي نفس البيت اللي هي ماتت فيه. عشان ايه ده كله؟ مش عشان حبيتك؟ وانا مقدر كل ده. كذاب. ايه؟ ايوه كذاب، لدرجه اني خايف اكشفك لو قعدت لحظه واحده في اوضه مكتبك. مجنونه. طب اتفضل اوصل معايا كده اوضه مكتبك يا عاقل، وريني فيها كل حاجه بنفسك. ما تحاوليش. شفت ازاي؟ عرفت نفسك؟ لا، ده انت بنشيتك بقى تفور دم. ان شاء الله لما ترجع دمك مش هيفور.
هات لي المفاتيح احسن نسيتهم. حاضر. ولا اقول لك بلاش، مش عايزهم. فؤاد ابو زيد من فضلك. انا معاك. مين؟ احمد؟ ازيك يا احمد؟ ايه ده انت بتتكلم منين؟ من هنا؟ جيت امتى؟ الف حمد لله على السلامة يا سيدي. ها؟ وازاي مصر واخبار اهل مصر؟ الحمد لله كلهم كويسين. بقولك يا فؤاد، انا دلوقتي عندي مأمورية في المينا، بعد ما اخلصها عاوز اشوفك. لا لا خير، لا خير الحمد لله. بس عايز ادردش معاك شوية. خلاص يا سيدي، يبقى نتغدى سوا. بلاش البيت، اي مطعم يعجبك. ايوه كويس قوي، اكله ممتاز. ايوه بس قولي، اللي في الابراهيمية ولا اللي في الرمل؟ اللي في الرمل. خلاص، من الساعة 2:30 هتلاقيني في انتظارك. مع السلامة. غسلة شعري وحنزل اروح للكوافير، وبعدين هفوت اجيب فستاني. ايه الاخبار؟ ابدا، اتخانقنا ونزل متنرفز حتى نسي مفاتيحه. لا، مفتاح الاوضة عامل له سلسلة لوحده. لا ما افتكرش هروح، تعبانة ومليش مزاج. مش ممكن، وحياتك ما اكلمك طول عمري. بلاش تركجي عليا بقى، عايزينها تبقى سهرة حلوة. يعني خلصك اجي وانا متعكنينة وعكنة على القعدة كلها؟ اصل احمد مسافر اسكندرية في مأمورية وهيرجع اخر النهار. تعالي بس وانا روقك. على العموم اعتبريني جيت، وكل سنة وانت طيبة. تاخدني في سكتك؟ العربية مش معايا. يبقى خلاص هوصلك معايا في تاكس. لا مش مروح. هتتغدى برا؟ ما السنة الأولى للجواز خلصت، هنبتدي بقى نتغدى بره وبعدين نتعشى بره وننام بره. أهلاً أبو حميد. أهلاً. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اسكندرية منورة. منورة بيك. ازيك يا فؤاد؟ الحمد لله. اتأخرت عليك؟ لا انت ما تأخرتش، لكن اتأخرت قوي. اتفضل اقعد. اهلا. مش معقول. هو ده؟ اهلا. كنت فاكرة يعني ان انا ممكن اعمل عيد ميلاد من غيرك؟ انا جيت اخدك معايا البيت اروقك وافرفشك لغاية بالليل. معلش يا هدى، اصلي متخانقه مع يوسف. يعني ما تتخانقوش الا يوم عيد ميلادي؟ معلش بقى، الظروف كانت كده. على العموم خليكي انتي معايا، وبعد الظهر تروحي للكوافير، خصوصا ان احمد مسافر، ولو راحت عليكي نومه في بيتك لو الدنيا هتتهد مش هتصحي ولا تروحي كوافير ولا حفله. فؤاد.
انا كنت عايز ايوه عارف. كنت عايز تدردش معايا في موضوع. دردش يا سيد، على الاقل نهضم. هو موضوع حساس شوية، لكن انا طبعا واثق فيك قوي. ايه انت مالك بتتكلم جد قوي كده ليه؟ وغوشتني. الحقيقة مش عارف ابتدي منين يعني. هما عادة بيبتدوا من اول الموضوع. معاك حق، ابتدي من اول. الاسورة دي علشانك يا هدى، انا شاريها من زمان، فكرت انزل اشتري لك حاجة لكن ما قدرتش انزل. ودي ما تغلاش عليك. لا يا عايدة بلاش، دي بتاعتك واحنا ما فيش بينا تكليف. خص عليك يا هدى، وحياتي تقبليها مني. بس اطلع خلاص. كل سنة وانت طيبة يا راح. وانت طيبة. عم درويش، الست فوق الظاهر كده، انا ما شفتهاش نزلت. يعني انت ما اتحركتش من قدام الباب طول النهار؟ بعد النور ما انقطع دخلت اجيب لمبه وجيت على طول في 3 ثواني. مش معقول تكون نزلت في 3 ثواني. غريبه، هتخبط ساعه. لا اكيد ما نزلتش. اللي ساكنين في الدور العاشر يعملوا ايه؟